احنا مكملين بفقرات صباحنا لليوم ووصلنا لفقرتنا الثانية، ودائما ضمن صباحنا ومن وقوع كارثة الزلزال كنا دائما مع الفرق التطوعية وكنا مع المجتمعات والمؤسسات الخيرية لحتى نواكبهم بعملهم ضمن الكارثة على الأرض. كيف كانوا موجودين ضمن الناس وشو هي أهم المبادرات اللي اشتغلوا عليها؟ واليوم أيضا ضمن صباحنا رح نروح لمبادرة تحت عنوان كالجسد الواحد. صحيح رشا، هي المبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق وفرع المجمع لجامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، والتي انطلقت من دمشق إلى جبلة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية والأماني السورية للتنمية. والحديث أكثر عن هالمبادرة بيسعدنا أكيد نرحب بالاستوديو بالسيد عبد الله إسماعيل وهو من قسم العلاقات العامة بمجمع الفتح الإسلامي فرع جامعة بلاد الشام. اهلا وسهلا فيك وصباح الخير. اسعد صباحك استاذ، ويعطيكم الف عافيه لكل الجهود المقدمه من وزاره الاوقاف ضمن الكارثه. بدايه يعني العنوان ملفت كالجسد الواحد، يعني هلا هو وصلت الفكره، يعني وصلتنا حسيا قبل التكلم، يعني خلينا نحكي عن فكره المبادره وشو قدمتوا ومن هن الاشخاص اللي حاولتوا توصلوا لهم. طبعا فكره المبادره بالاساس هي خلينا نسميه انطلاق عفوي بلش طبعا بتوجيه من راس الهرم بالدوله وسياده الرئيس الدكتور بشار الاسد الله يحفظه يا رب، لكل المؤسسات والافراد لحالهم دون اي توجيه. فهو الانطلاقه صارت عفويه جدا، ولكن ضمن الانطلاقه كان في عمل المؤسسات، ومن ضمن هاي المؤسسات بصراحة هي وزارة الأوقاف. أكيد. إيه نعم. وأحد مؤسسات وزارة الأوقاف يلي في عندها مؤسسات تعليمية في الجامعة، جامعة بلاد الشام، في إلى تبعية أكاديمية لوزارة التعليم العالي وتبعية إدارية لوزارة الأوقاف. أحد فروع هاي الجامعة هو مجمع الفتح الإسلامي. ولكن انطلاقة كانت من المساجد بالبداية، تعرفوا أنتوا لأنه بأول ليلة من اللي صار انفتحت صالات المساجد. صحيح. وكان في تعاون من السادة أرباب الشعائر الدينية فورا مع جميع الأخوة المواطنين، بعدين صار سبحان الله الناس بطبيعتهم وعفويتهم يجوا على المساجد يجوا على كذا، فصار تنظيم وتأطير لهذا العمل ضمن عمل يعني مؤسساتي مخدوم، يعني هو له وجه روحاني وله وجه اجتماعي. تمام. رح نحكي مفصلا اليوم عن الآلية اللي عم تكون ضمن عمل المساجد لاستيعاب هي الكارثة، ونحن نعرف عدد كبير من أهالينا موجود حاليا بهي المساجد يلي عم تكون مثل يعني عم تقاويهم بهي الظروف الصعبة. خلينا نحكي أكثر ونرجع عن المبادرة تفصيليا، شو المواد يلي ضميتها، شو الشغلات اللي تخصصت فيها؟ نحن نعرف كمان أنه في قافلة راحت على جبلة مثل ما ذكرنا، فشو كانت يعني المحتويات لهي القافلة؟ طبعا هلا هاي الوجبه خلينا نسميها اللي راحت او هاي القافله اللي تيسرت على اهلنا بجبله، هي عباره اذا نحكي المكونات بعدين بنحكي عن الكم. نعم ممكن ما الكم بالضبط يعني، ولكن مثلا بشكل عام اي نعم. فهي كانت عن سفنجات وفرشات اول شيء مشان توفير يعني الراحه والجلوس والمنامي، وكمان أغطية حرامات، وكان فيها عدد كبير من السلات الغذائية يعني، وكان فيها كمان تركيز على حليب الأطفال، وكان فيها كتير كمان ملابس أطفال، وكان فيها بصراحة شيء مميز هو ألعاب الأطفال. يعني احنا أحيانا بننسى شغلة مهمة، نحن بدنا ندعم نفسي وبدنا نريح وبدنا نخفف كذا، ولكن بجوز نلتهي بمواضيع مثلا مهمه ما مهمه والى اولويه، وبننسى فقره الاطفال، بننسى الاطفال مثلا ممكن انه احنا اهم شيء انه هالولد نشيل عنه الخوف نسليه. نعم. يعني من على فكره ومنخفف يعني عبء عن اهله، لانه هذا الخوف بده يرافقه يعني حيكبر معه ويرافقه اولاده وحيوتر اهله كمان. حلوه تشكر. نعم. يعني تشكر هي خلينا نقول المبادره انه ما الاطفال كانوا ضمن المبادره مثل ما قلت حضرتك انه نحن بنروح للاولويه للاكثر تضررا، ولكن اليوم يعني ضمن المبادره شفنا كمان في انتباه للاطفال، في مشاعر عامه وفي مشاعر خاصه. انا احنا الاطفال مثلا خاصه اذا عندهم في مثلا بعض حالات خاصه نحن نسميهم ذوي المشاعر الخاصه، هذا له مشاعر خاصة بده عناية تركيز يعني سبحان الله. فالألعاب بهذا الوقت انه مثلا بقلب الجامع بقلب الصالة محل ما قاعدين يفرضوا ألعابهم هيك
بخففوا التوتر عن اهلهم، يعني حتى سبحان الله الام لما بتشوف اولادها مبسوطين وعم يلعبوا وكذا، هي نفسها كمان بينزل مستوى التوتر عندها، مستوى الخوف والهلع. اي نعم. طب هي كانت المبادره الاولى لكم؟ لا، هاي كانت اول من كمجمع الفتح الاسلامي قصدك؟ اي نعم، هاي كانت اول مبادره عينيات بتطلع من لاهلنا بجبلي. هو بصراحه العمل منظم من يعني اللجنه العليا للاغاثه اللي هي تشكلت من شان يعني خصوصي هالازمه، خصوصي الكارثه اللي صارت. فوزاره الاوقاف يعني ربطت معها مباشره، فصار المجمعات تجمع العينيات فقط، يعني اموال مباشره. هذا صندوق اخر بوزاره الاوقاف ممكن بخطب الجمعه للمساجد بيروح للجنه العليا للاغاثه، اما هاي اللجنه لجمع العينيات وارسال العينيات هاي كانت الاولى. بصراحه يعني مشكورين ومشكورات اكثر الطالبات اللي هن فورا لبوا النداء، لانه هاي العينيات اللي بتجي بدها فرز، بدها احيانا تصليح، بدها لف تعليب، اعاده تدوير، ايوه، تكييس، تغليف، حمايه، ترتيب، فرز حسب الاولويات والاعمار وهيك. فكان في يعني اخوات من الطالبات يعني مشكورات هن اللي قاموا بهذا الجهد الاكبر. مشكوره جهودهم. سيد عبد الله، خلينا نحكي اليوم للمرحله الثانيه، يعني انتم بعتوا مثل ما سميت حضرتك اول وجبه اليوم من المساعدات لجبله، اكيد عم توصلكم احتياجات اليوم موجوده بهي المراكز، شو الخطوه الثانيه اللي رح تشتغلوا عليها؟ الخطوه الثانيه حسب توجيهات وزاره الاوقاف انه يعني المزيد من العينيات، المزيد من الدعم لاهالينا. حسب هلا مثلا هلا الناس بعتت شتوي مثلا، هلا بده مثلا الجو اختلف، صار مثلا ربيعي شوي، بعد شوي صيفي بناسب. اكيد هلا مثلا بعد فتره بصير بركزوا على موضوع الاغذيه، في سحور، في فطور، في وجبات. فوزاره الاوقاف مشكوره يعني بهذا المجال، عم تنسق مع اللجنه العليا وعم يشوفوا شو الاهم فالاهم، واكيد راح يتم الارسال للمواد العينيه من خلال هذه المؤسسات. سيد عبد الله، خلينا نحكي اليوم عن التشاركيه العمل ضمن المبادرات الانسانيه. شفنا ببدايه الكارثه وباول يوم صار في اجتماع لكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيريه، يعني نحن كنا نشوفهم بمبادرات شخصيه، ولكن ضمن هذا اليوم كان توحدت الجهود وتضافرت وصرنا عن جد كالجسد الواحد بمشاعرنا وبكل شيء قدرنا نقدمه لهدول الاشخاص، وراحوا للتنسيق وخلينا نقول انه صاروا بالمناطق المنكوبه. حضرتكم كوزاره اوقاف هل تم التنسيق مع جمعيات مؤسسات خيريه تنمويه او كان عملكم مشترك فقط ضمن الوزاره؟ لا، صار في تنسيق عالي المستوى طبعا. هلا من ناحيه اداريه هي مع اللجنه العليا للاغاثه، ولكن ناحيه عمليه صار مع التنميه، مع الامانه السوريه للتنميه بشكل كبير، ونوجه لهم كل الشكر لانه فورا هن صاروا هنيك من اول يوم. صحيح. والاخوه بالهلال الاحمر والاخوات، ويعني ما شاء الله المتطوعين والمتطوعات بشكل كبير كانوا هن عم يساعدوا ائمه المساجد وعم يساعدوا الصلاه مفتوحه بالمساجد، وهن اللي صار تنسيق مع كل الوزارات، ما بس مع وزاره الاوقاف صارت يعني التنسيق معهم، حتى اتحاد جمعيات صار شحن عن طريقه وكذا. فكتير كتير مشكورين كل الجمعيات، كل المؤسسات، كل الأطياف اللي شاركت. وبصراحة يعني النقطة الإيجابية اللي صارت هي جمعت من الداخل وأيضا جمعت قلوب الأخوة والأشقاء من الخارج. صراحة سبحان الله، هزعة كانت. اي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله. دائما بنقول هي الكلمة ودائما بنردد انه بظل ظروف الزلزال المدمر والمشهد المأساوي اللي كان تكافل اليوم السوريين ووقفتهم جنب بعضهم هو كان الجانب المضيء بهذا الموضوع. خلينا نحكي اليوم عن روح المبادرة عند الأشخاص والمتطوعين عندكم، عن تجارب اليوم شفتها شخصية، اندفاع اليوم من الأشخاص حابين يساعدوا، تفضل. والله ضمن المشاهد اللي شفتها انه مثلا اخت جايبه مع اولادها، يعني اولادها جايبين العاب غير الالعاب اللي تم شرائهم جداد، في هيك العاب من الاولاد نفسهم هن تبرعوا فيهم، العابهم الشخصيه؟ العابهم الشخصيه. ضمن المشاهد المؤثره في اخ طالب بالجامعه، زوجته هو طالع متزوج، فزوجته هو طالع ف
فكت الحلقات حلق طبعا الأذان وعطته إياهم. فإجا هو فكر نحن ناخذ يعني أو بنقبل المصاري تبع الرعاة، قلنا له لا لو سمحت نجيب فيهم، فجاب فيهم ثياب ثياب أطفاله إجا. فسبحان الله في هيك يعني في شغلات صغيرة حلوة الواحد واقف عندها يعني مثل هيك مواقف، يعني مثلا ما إنه والله خلاص بالجملة بدك تمرق المشاعر، بالجملة بدك تستوعب المواقف، أكيد في وقفات عند مواقف معينة مثل هيك الشغلات. وكل شخص وحسب استطاعته، يعني لما نشوف انه اشخاص عندهم شغلات عينية او يمكن تكون غالية عليهم وبسيطة ولكن هن عم يقدموها لهدول الاشخاص، هون اللي عم تكون نقطة التميز اذا بدنا نقول. اي نعم، ربما درهم سبق الف دينار. اي نعم، وحتى يعني سبحان الله الناس كلهم مشكورين، يعني هذا الشيء شفناه بالاطفال بالصغار بالكبار بال يعني، وبتمنى هذا الوجه الإيجابي يغطي على الوجه السلبي عند بعض الناس المشككين اللي إنه بيوصل ما بيوصل، بطلنا ما بدنا. فنحن يا ريت إنه نحن كمان يعني هذا المكون الإيجابي عند الناس، اللهفة، الصدق بالمبادرة، الفزعة خلينا نسميها، يا ريت إنه هي تغطي مجتمعيا على الجانب الآخر عند بعض المتشائمين تشاؤم السوداوي السلبي يلي هو عم يكرس مبدأ تثبط الهمم والقعود طمع. والركون، وانه ما بدنا خلص بجوز يوصل بجوز ما يوصل، في فساد في كذا. فنقاط الإيجابية بصراحة والمواقف الإيجابية عند هدول الأشخاص عم تغطي على ذاك الجانب. صحيح أستاذ، ونحن بنتمنى أن تستمر هي المشاعر وهي الفزعة بالشيء الإيجابي. وذكرت نقطة حضرتك أنه بأول الكارثة شفنا كثير تشكيك لكثير من الجهات، وكانت يعني بتحس انه هي خطه كانت ممنهجه بهذا الوقت، يعني ناس لساتها تحت الانقاض وناس عم تمنع وصول المساعدات لإلهم، فكنا كثير بحاجه لكثير من الوعي لنقدر نتجاوز هي الازمه. خلينا نحكي اليوم، ذكرت حضرتك الجهود اللي اشتغلتوا معها، الهلال الاحمر يشكر، يعني ترفع لهم القبعه عن جد شكرا، شفناهم بالمطارات، شفناهم بكل الاماكن المنكوبه وما قصروا، يعني كانوا عم يشتغلوا على مدار 24 ساعة. كيف تم التنسيق للوصول للعائلات المتضررة؟ هل كان عندكم داتا أو عن طريق الهلال الأحمر فقط؟ والله بصراحة نحن كمجمع نحن ما طلعنا على أرض الواقع مباشر، ولكن نحن إجانا قائمة داتا أيوة بأسماء وعوائل وأسر وكل واحد شو صار عنده كذا هيك. فهي من ضمن كوادر وزارة الأوقاف اللي هي بالمناطق المتضررة، مثلا بجبلة الأخوة الأئمة والخطباء والناس بادرت يعني جمع اجوا لعنده عن الجامع وشكوا له وكذا. هي نقطة. النقطة الثانية انه في نحن صار عندنا بصراحة فزعات داخلية، دمشق وريفة في أسر اجوا من هنيك من المناطق المنكوبة او بلا مناطق منكوبة، من المناطق اللي تضررت بالزلزال. فنحن توثقنا من خلال المختار، من خلال المغفر، من بعض الأسر، وصار فورا يعني صار في عملية إمداد مباشر للأخوة اللي تضرروا، كانوا يجوا على أكثر من منطقة بالأرياف. اي نعم، ورحنا يعني حتى أنا طلعت مباشرة مع الفريق ويعني توثقنا وتحققنا. هذا إجراء إداري لابد منه، إنه في ناس تركب الموجة بتعرف. وين طلعتوا على جبلة؟ لا على هون لبعض الأرياف اللي عندنا اللي الناس اللي اجوا لعندنا. تمام. طيب كونه من شوية ذكرت حضرتك عن الحملة المغرضة وانتم اصحاب مبادرات على ارض الواقع، طب خلونا نحكي اليوم كيف عم تكافحوها لما اشخاص بدهم يجوا يتبرعوا، شو عم بتقولوا لهم يعني لحتى عم يقدر هذا المتبرع يجي من قلبه ويقدم مو مرة، يمكن عم يرجع اكثر من مرة، شو الكلمات اللي عم تنحكى معه، كيف عم ادخله طمأنينة لقلبه لحتى ننفي هي الشائعات انه لا هي التبرعات عم توصل لاصحابها. حلو. هلا هو صراحه في عندنا شقين او جانبين يعني للسؤال، سؤال حضرتك. السؤال الاول كيف نحن كافحنا الاشاعات اول شيء، وشلون يعني بدك انت جابهيها منطقيا ودينيا واجتماعيا، وشلون حفزنا الاخوه المتبرعين. تمام. هلا شلون كافحنا او شلون ما نقول كافحنا، شلون واجهنا بصراحه يعني قوه الاشاعات السلبيه المثبطه للهمم المتقاعسه. صحيح. من خلال اول شيء امر انه يا هل ترى نحن انه ولو كان مثلا في نسبه خلينا نقول 30% من الفساد ما راح توصل،
يا هل ترى هلا انت واجبك الشرعي والاجتماعي والديني والانساني انه توقف تتبرع؟ اذا انت تعرف انه في 70% راح يروح راح يوصل و30 راح مثلا ينسرق ينهي في طيب ماشي، انت شو واجبك انه ما في تتبرع؟ اذا انت قادر تتحمل هاي المسؤوليه امام الله عز وجل انه ما لازم نتبرع لانه في شيء من السرقه، فانت بتتحمل مسؤوليته، ومستحيل حدا يتحمل هاي المسؤوليه لانه واجب الاغاثه واجب ولو كان في خلل ولو كان في فساد ولو كان في سرقه. هاي واحد. اثنين، الناس تحت الانقاض مثل ما تفضلتي، والتزرع بزريعه انه اخي هاي عقوبه وشو بدنا نعمل وخلص يعني، وعم تجينا من برا وليه حتى تبعته وما بعرف وين عم يروحوا. فهون ننضوي على مساله انه هل ترى رب العالمين عاقب الناس بالزلزال ولا هو امتحان؟ في مقوله ل يعني صاحب الحكم العطائيه المشهور الامام ابن عطاء الله السكندري، بيقول ليخفف عنك، ليخفف يعني من باب الامر، ليخفف عنك الالم، هذا ألمك اللي صار عندك، علمك بأن الممتحن هو الله عز وجل، أنه ربك حبيبك هو اللي امتحنك بخفف عنك. فأنا مثلا لما بعرف أنه الله سبحانه وتعالى هو ممتحني، ما عم يرقي درجاتي، ما عم يكرمني، معناتها في شيء إن شاء الله خير بده يوصل وراء هذا الأمر. فهذا الشيء هو بصراحة مبلسم لكل الناس. إمام القضاء والقدر ركن أركان الإيمان، ما أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، فهو اكبر مخفف على القلب للمصايب كلياتها، على سبيل الشخصي وعلى سبيل المجتمع، على سبيل الحروب، على سبيل الدنيا، على اي ما على اي مستوى بدك اياه، الامام القضاء والقدر تامني انه هذا من الله عز وجل. تماما. فهذا الجانب اللي نحن كنا عم نواجه فيه اصحاب الشائعات. اما تنميه بذره الخير عند الاخرين وشلون انه هن يعني نزيد من العطاء من جهتهم، بصراحه هو كان بس تذكيرهم بالآيات القرآنية وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام وآل البيت الأطهار. نعم. وشلون كان معاملتهم مع الناس، إغاثة الملهوف وبر يعني الفقير وافتقاد الأرامل والأيتام. وهذا الجانب ذكرت نقطة حضرتك أستاذ، أنه نحن ببداية الكارثة كنا عم نواجه حربين على السوشيال ميديا. هي الحرب الأولى هي التشكيك بالإعانات اللي عم توصل، أنه عم يتم مثل ما ذكرنا كان أنه ما عم توصل لمستحقيها، وكان في عنا نقطة تانية حضرتك هلأ ذكرتها، هي الحرب النفسية على الأشخاص، وخلينا نقول اتهام انه نحن اليوم كشعب نحن شعب غير مرضي، خلينا نقول شعب عصينا كثير، كان عندنا سيئات كثير، اليوم رب العالمين عم يعاقبنا. فكان في جدل على السوشيال ميديا بهي النقطه، حتى يعني نسينا المصيبه اللي نحن فيها وقعدنا اليوم على بين مع وضد. ولكن اليوم هيك حضرتك من خلال حديثك قدرنا هيك نوضح صوره انه نحن كنا ضمن امتحان، واليوم اي انسان حسب إيمانه برب العالمين وحسب شخصيته نحن ضمن امتحان بقضاء الله وقدره يعني بالنهاية يعني. فكتير اليوم هاي النقطة اللي حكيت فيها كتير مهمة، إنه أنتوا حتى بالجوامع كنتوا عم بتضوا عليها إنه نحن ضمن امتحان وليس عقوبة. نحن مانا يعني الأطفال اللي ماتت ما كانت كافرة، ما كانت عندها أي ذنوب بالحياة، اليوم لا تتعاقب تموت بهي الطريقة يعني. ولكن نرجع للإيمان وعلى شخصية الفرد. خلينا نحكي عن الصعوبات دائما بأي عمل نحن بحياتنا ضمن المبادرة وغير المبادرة، بنتعرض لكثير من المشاكل. شو أهم الصعوبات اللي واجهتكم خلال المبادرة؟ والله هو بصراحة يعني الوقت، مسألة الوقت. يعني أنت مثلا بدك توصل رسالتك للناس، الناس يجمعوا المواد اللازم تتجمع تماما وتوصل وتتغلف وتنفريز وتتهيأ وتتجمع، بعدين كمان التنسيق مع اللي بدهم يشحنوها، بعدين لتوصل. فهو مسألة وقت. نعم. فالصعوبة الأولية كانت هي مسألة الوقت. المسألة الثانية إنه يا هل ترى شو الناس بحاجة لأكثر شيء؟ شو لازم نحن يعني شو أهم شيء نعطي هلا؟ شو نرقد على؟ شو نساوي؟ فبصراحة الصعوبات هي مسألة إدارية. أما صعوبات على مستوى المجتمع، صعوبات على أرض الواقع، هي بصراحة إنه نحن الشعب يعني عم يساعد بالأساس هو متضرر يعني. يعني نحن لساتنا بالحرب يعني. صحيح. نحن بحصار يعني. نحن بحرب وحصار. نحن يعني بصراحة إذا حدا بينبكى عليه على يعني على مستوى شعب، سبحان الله تعرض لجميع أنواع الحصار والاقتتال
والقتال من برا ومن جوا فنحن ومع ذلك طلع كل هالخير هذا. فهي صعوبة الشح بصراحة، الشح ما البخل عند الناس القلة يعني القلة بتحير، الخير بخير والقلة بتحير. أكيد بالختام حديثنا بنشكرك اليوم وجودك معنا، ومثل ما ذكرت اليوم نحن بحاجة لأي نوع من أنواع العطاء، سواء الدعم النفسي المادي، عطاء والخير ما بيوقف، خصوصا نحن مثل ما ذكرنا جايين على أيام مباركة وفضيلة خلال شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. شكرا أستاذ، وتحياتنا لكل الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف ومن جميع الوزارات، تشكر جهودكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. نحن مكملين.